الأصحاح السابع. ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم. وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل، 12,000 من عشيرة يهوذا، 12,000 من عشيرة رأوبين، 12,000 من عشيرة جاد، 12,000 من عشيرة أشير، 12,000 من عشيرة نفتالي، 12,000 من عشيرة منسى، 12,000 من عشيرة شمعون، 12,000 من عشيرة لاوي، 12,000 من عشيرة يساكر، 12,000 من عشيرة زبولون، 12,000 من عشيرة يوسف، 12,000 من عشيرة بنيامين. ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين. فقال لي واحد من الشيوخ: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟ فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.